لو الحكاية فيها إن فيديو فرحة يا رب كل مسلم بحق جاه النبي ينول بيت الله الحج لمن استطاع إليه سبيل أو فدم ربنا ميسر فالواحد بيقدم والتوفيق بقى من عند ربنا يعني إنما هي لا فرحة طبعا ومش عايز أقول لك من سنين وأنا تمني بطلبها وكان فيه فلوس بس كان فيه عيال وشد الواحد فقال له على الإجراءات المهم قال له تتصور رحت تصورت والطلبات اللي طلبوها عملها ودفع بقيه الفلوس ليهم فجينا نبص لقينا هو بيقول له أمك الورق بتاعها قبل وأنا مراتي وأختها وخالها ورقهم رجع بصيت لقيت دخلنا المكان اللي هو ده قال لي ده في شركة السياحة ورايح اجيب ايه التأشيرة كلمته في التليفون قال لي جاهزة خلاص بس فجوم جبناها بقى بالليل لما جبناها بالليل جيت جهزت شنطتي برضو بنتي معايا مرتبني كده الحاجة المطلوبة حطناها يعني في الشنطة لأن هم فعلا ادونا شنطة بتتجر كده بعجلة وشنطة قالوا تعلقها في سيبك عشان يبقى على الاسم.